الآن إحنا أمام دليل أثري ودليل تاريخي، بحيث نجد أن هذا الرسم عثر عليه في أحد الكهوف في سلسلة جبال تسيلي في الجزائر. وبعد فحص العلماء لهذا الرسم وجد بأن عمره التقريبي من خلال استخدام الكربون المشع 6000 إلى 7000 سنة مضت في داخل هذا الكهف. نلاحظ أن هذا الجسم أو هذا المخلوق لا يشبه أبدا البشر. في نفس الكهف رسمة لهذا المخلوق أيضا. نلاحظ بأنه صاحب جنجمة كبيرة، قد يكون عملاق، أيضا رأسه وشكل الهيكل شبيه بالبشر، لكن الرأس لا يمكن أن يكون رأس بشري. أيضا مع نفس الكهف في تسيلي في الجزائر نجد هذا الرسم لهذا المخلوق، وانظر إلى الرأس شبيه بالرأس في اللوحة السابقة تقريبا. رسم آخر مع كهوف تسيلي نجد أن هذا الرأس أيضا لا يمكن أن يكون رأس بشري، كأنه يلبس خوذة. وهنا يقودنا ذلك إلى نظرية رواد الفضاء القدامى اللي هي يعنى بهم تلك الكائنات اللي تسمى في الغرب إيليانز بمعنى الغرباء، مخلوقات الفضائية بالعربية.